طيب السؤال التاني يا شيخنا، معلش، انا ماشي. بقالي فترة انا كنت مستديم في صلاة الجماعة في المسجد، بقالي حوالي سنة ونص كده بصلي جماعة في البيت بأولادي، هل عليا اسم؟ لماذا تصلي في البيت بأولادك وتترك بيت الله؟ والله صراحة يا شيخنا من ساعة ما المساجد أغلقت في موضوع كورونا، مش عارف هل تعود ولا تقصير مني، مش عارف لا يعني. لا، انزل صلي في المسجد، الله يوفقك. طب الفترة اللي أنا صليتها بأولادي جماعة دي هل عليها اسم؟ يلا ربنا تجاوز، حرمت أجرا. جزاك الله كل خير. حياكم.